أربع مرات خمس مرات تم تأجيل هذه القضية. يعني هذا التوقيت ما له علاقة أي بالله بالموازنة ولا شيء، هذا يعني قرار قضائي وإحنا ما نريد نربطها مع أبدا. ولكن بالنسبة للتعديلات الأخيرة، صحيح هو قضية النفط، إحنا حسمنا قضية النفط في 4-4، قصة حسمنا قضية النفط وسلمنا ملف النفطي. وأساسا الاتفاق السياسي المبرم عند دخول الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى ائتلاف الدولة قبل 7 أشهر هو يؤيد على ينص على تشريع قانون النفط والغاز وتسليم 400,000 برميل نفط إلى شركة سومو، هذا متفق عليه سابقا. إحنا ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع، إنما هناك نقاط أخرى تقريبا نقاط نعتبرها مذلة. يعني وكان هناك نقطة يعطي حق لمحافظة السليمانية في حالة أن تسحب موازنتها لوحدها والاستقطاع من الإقليم، وهذا يعتبر انشقاق لمحافظات الإقليم. وهناك أيضا إجبار وإلزام الإقليم باسترجاع 10% من الشعب المية، يعني كأنهم يعتبرون نفسهم أحل من عندنا من الشعب الإقليم. وأيضا هناك فقرة أخرى، يعني ما أدري أستاذ حيدر لازم يعني يتابع جميع النقاط، هناك نقاط يا أخي تعجيزية، هناك فقرة أخرى يدل على أنه في حالة وجود خلاف وفاء بين الإقليم وبين بغداد. نعم دقيقة، في حالة لو وجود خلاف حصل اي خلاف في الاتفاق بين الاقليم وبين بغداد، اذا اللي خلاله 15 يوم ما يحل الخلاف سيوقف العراق ارسال الموازنه. كل هذه النقاط احنا نعتبرها الغام ونعتبرها يعني كسر هيبه الحكومه وظلم على حقوق الشعب. ولهذا هنا اليوم وبالامس اعتقد تم تعديل بعض هذه النقاط المذله. احنا ما نقول كل النقاط هي اللي صارت، فقط اخترنا بعض النقاط. واعتقد هناك نعم حوار ايجابي، ونحن في حاله تغيير او الرجوع الى الاتفاق السياسي اكيد احنا نحن راح نصوت على الموازنه، والموازنه شيء يهمنا جدا. ولكن نحن نؤكد على شيء واحد، في حاله عدم الرجوع الى الاتفاق السياسي والاصرار على هذه التعديلات المجحفه اكيد الحزب الديمقراطي لن يصوت على الموازنه، وفي حاله حتى تمريرها لن يلتزم بها. نعم. هذا الشيء احنا اكدناه في بيان رسمي حكومي وايضا بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني.